السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم هي تشارك لريان، يعني هذه وصفه زمان وبزاف ناس يحبوها. باش نحتاجوا المقادير، هنا عندي رطل فارينه 500 غرام، 125 غرام زبده طريه، 125 غرام سمن، نص كيلو سكر غلاس، مغرفه صغيره تكون معمره على فاني، قرصه ملح، صفار حبه بيض، ربع مغرفه صغيره خماره كيميائيه، تسمى ديروا غير شويه ديروش بزاف. في الاخر نجمعوها بالماء الزهر. بالنسبه للحشو، هنايا عندي 3 كيلات لوز ولا تحبوا كاوكاو، عندي هنايا قشور ليمون، نص كيلو سكر عادي، في الاخر هنايا عندي قرفه، ونجمعوها بالماء الزهر. عفوا، ونزيدو نضيفو لها لافاني، مغرفه صغيره. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبدا بالعجينه، نحط الفرينه، نضيف لافاني، قلت لكم مغرفه صغيره تكون معمره هكذا، نضيف سكر غلاس، نزيد الزبدة، نزيد السمن، نزيد قرصة ملح هكذا، وهذا يا الصفار نضيف له الماء الزهر هكذا، نحلو بالماء الزهر، ما نضيفوش هكذا قبال على العجينة. اول حاجه نخلط هذوما كامل المقادير بيدي، بسم الله. الان نضيف الخماره الكيميائيه، قلت لكم ربع مغرفه صغيره، ما تكثروش بزاف. في الاخر نجمعها صفار بيضاء والماء الزهر. هاي ليك راهي تلايمت لي العجينه، نخليها ترتاح ربع ساعه، من بعد راني حنوزنها 30 غرام. يعني من الاحسن توزنوها خير من اللي تفتحوها ويقعد لكم هذوك لي شوت هما ديكا كي تعاودوا تخدموا عجينه بها، اي راح تتقطع لكم وتنشف. من الاحسن توزنوها كما قلت لكم، نوزنها كامل، نخليها ترتاح كما قلت لكم ربع ساعه، ونوزنها 30 غرام. نحضروا الان الحشو، حطوا لهنايا اللوز مع قشور ليمون، نضيف سكر عادي، نضيف مغرفه صغيره لافاني، نزيد شويه قرفه، هكذا. في الاخر نجمعها بالماء الزهر.
هاوليك راح نجمع الحشو الان نوزنه. نوزن الحشو 13 غرام هكذا. الآن بعد ما وزنتهم نشكل الكرة مثلث، ندورها مليح بيدي. شوفوا ما شاء الله كتجي طرية. هنايا نشكلها على شكل هرم. هكذا بيراميد. نجيب الحلال نفتحها نزيد كومبات باش تساعدني. فتحوها رقيقة. هوليك الشكل المثلث. الآن نجيب الحشو نعملو هكذا جغسيكا. الآن نبدأ نلف. بسم الله. وغلقوا مليح لهنا في الجوانب هكذا. وغلقوها مليح لهنا في الجوانب هيك. الآن روليها، رولو غير منها في الاطراف باش هذه تقعد لكم بومبي. هكذا في الاخر نقوسها. هوريك الشكل بتاعها. نزيدوا الحبة الثانية. الآن نجيب البيض واللوز نحط الحبة هكذا في البيض، نزيد نحطها هنايا في اللوز.
هكذا. نجيب لهنا السنيوه، قلت لهنا حطيت لها ورق الطح ونحط الحبه. نسقم الحبه مليح، غلقوها شويه لهنا. هوريك الشكل تاعها نفس الشيء بالحبة الثانية. نزيد نحطوها لهنايا. كي تحطوا الحبه حطوها جوج مور هذه الحبه، تما تغلقوا عليها باش ما تنفتحش، تقعد على حالها. نكملوهم كامل بنفس الطريقه ونرجعوا. هاي ليك بعد ما كملتهم، كما قلت لكم قربوا الحبه مع اختها باش هذه كي تنفتح ما تروحش جهه من وجهه من، يتسمى تشدها هذه الحبه الثانيه اللي راهي بعدها. الان دخلهم للفرن على درجه 180، يعني تكونوا سخنتوه من قبل، درجه متوسطه. اشعلوه من تحت خلوه يطيب، من بعد اشعلوه من فوق باش تعطيكم هذيك التحميره. هوليك الشكل تاعها الاخير بعد ما طاب، ما شاء الله شوفوا كيفاش جا من الداخل، جا طري ومعسل. هاوليك ان شاء الله هتكون عجبتكم هذه الوصفه، ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. ونرحب بالمشتركين جدد، نقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله يعجبكم وصفاتي. واللي مازال مشترك يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. في الاخر نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.